أشاد معالي السيد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي بما تتمتع به العلاقات العراقية البحرينية من خصوصية، مؤكدا المضي قدما نحو تعزيز هذه العلاقات لآفاق أرحب على مختلف الأصعدة. وخلال استقباله للسيد عادل بن عبد الرحمن العصومي رئيس البرلمان العربي، ثمن رئيس مجلس الوزراء العراقي الخطوات الحثيثة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في دعم العلاقات الاستراتيجية التي تصب في صالح الشعبين الشقيقين والشعوب العربية كافة، مؤكدا أن السياسة الخارجية المتوازنة لمملكة البحرين عززت من مكانتها في محيطها العربي والإقليمي والدولي. أشاد السوداني بالجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك المعظم في دعم أمن واستقرار المنطقة وتعزيز العمل العربي المشترك، وبدعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. شدد السوداني خلال اللقاء على حرص العراق على تعزيز أواصر التعاون مع البرلمان العربي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها أمتنا العربية.